أرحب بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد. طبعا شكرا للزملاء في دانة الدنيا دبي. نحن الآن نرى جموع غفيرة تتوافد إلى مدينة ألعاب هيلي في مدينة العين. هنا أيضا يتواجد معي الضيوف، معي الشيخ محمد بن سعود بن راشد الشامسي. أرحب بك أبو سعود. مرحبا مساء، وكل عام وانتم بخير، وكل عام والإمارات بخير إن شاء الله على خير وسهالة. أيضا معي كوكبة من الفنانين الإماراتيين، معي الفنان ناصر المنصوري. أرحب بك فنان. الله يا مرحبا. وأيضا الفنان ذو الصوت الشجي سيف الضامي. أرحب بك. الله يرحب بك. كل عام وانتم بخير، وانتم بخير، كل عام والإمارات بخير إن شاء الله. الشيخ محمد بن سعود، 42 سنة من التقدم، من الرقي، من العطاء، 42 سنة من الحب والوفاء. نتكلم عن هذه الاحتفالية الجميلة. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدنا اللقاء هذا الطيب، هذا العيد المبارك، عيد الاتحاد 42 تحت قيادة حكومتنا الرشيدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائبه محمد بن رايد المكتوم والحكام من الإمارات ولي عهد إمارة أبو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. نعيش هذه الفرحة في هذا العيد الذي استمر لهذا المدة، من مدة 42 سنة من الجهد والعمل، لنرى الفرحة تعم جميع أرجاء الوطن. نحن لا، دولتنا لا زالت دولة فتية، ولكن نزاحم الأرقام القياسية. صحيح. نحن الرقم واحد اليوم أبو سعود. نعم. نتكلم عن هذا التميز. هذا التميز ما جاء من فراغ، جاء من جهد وعمل من القيادة ومن الشعب، فهذه ثمرة دائما أن نكون متميزين. وهذا السنة الحمد لله الفرحة فرحتين، فرحة عيد الاتحاد وفرحة حصول الإمارات ودبي بالذات على تنظيم إكسبو 2020. وأقول أن إكسبو يتشرف أن يكون في ضيافة دولة الإمارات، وخاصة في إمارة دبي. بيحصل ضيافة طيبة. نعم. نعم أبو سعود. أيضا الفنان ناصر المنصوري. أنت كفنان أكيد في هذه المناسبة كل يغني على ليلى. نعم. كل واحد يدلو بدلوة. نعم. كفنان شو مجهز لهذه المناسبة؟ والله طبعا أحيينا ثلاث حفلات بالمناسبة هذه، منها في كلية التقنية ومنها في شركة جاسكو، وطبعا شفنا الفرحة في عيون الصغار قبل الكبار، والحمد لله نحن نقوم بكل ما هو يخدم هذا الوطن. نعم. نعم، لرفع سمو وطن عمرك. نعم. نعم. سيف الضامي، نحن استضفناك من قبل وتجهيزاتك عاربينها. اي نعم. اي الحين انا باكم تسووا لنا دوتو. دوتو حاضرين. شو بتسمعونا؟ قصروا على الحربيه والبيت. لا لا، كلهم يغني على ليلى. نحن اليوم خلاص حاضرين. نعم تفضلوا. الله يا دار زايد كيف محلاها. يقول الله يا دار زايد كيف محلاها، يا ناس حلوه وقلبي مغرم فيها، وكان القمر يوم يظهر من محياه، غاية الحسن يسلم كف ضانيها. الله يا دار زايد كيف محلاها، يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيها، كنا القمر يوم يظهر من محياها، في غاية الحسن يرحم كف ضانيها. جميل جميل، يعطيكم العافية. نبغى سنجل بعد. حضرين حضرين. سيف الضامي سمعنا شيء. طال عمرك كان مناسبة طيبة، أهني
سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الله يطول في عمره، وإلى سمو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ محمد بن زايد وأولياء العهود وشعب الإمارات وجميع المقيمين على الأرض الطيبة، هنيهم بهذه المناسبة الطيبة، مناسبة اليوم الوطني 42، والمناسبة الثانية كانت إكسبو 2020. شيء يبهر، ينبهر منه الإنسان، من تطور، من إبداعات، وهذا طال عمرك كله بفضل شيوخنا الله يطول عمارهم وثقة الشعب. هذا من جهد يا، نعم. يا هذا طال عمرك من جهد، يا من مثابرة، من إصرار على نجاح فناننا، نعم. وهذه في ثقة الشعب في قيادتهم. على ذكر المقيمين، أنا قاعد أشوف في الاحتفاليات فيها الإماراتي والمقيم والزائر والسائح، منظر جميل، سلام. وفاء وحب لهذه، نعم. الدولة، نعم. المعطاء، نعم. شو بتسمعنا؟ سمعك بمناسبة هذه الطيبة، نزلنا أغنية من على كل القنوات، وهي من كلمات الشاعر معضد سالم الخريباني النعيمي، ونعم. من الحان عامر التميمي، وإن شاء الله أنها تكون نالت إعجاب الناس، وتقول بلادي بلادي يا عشقي بلادي أحبك وأحبك يا نبض الفوادي، بلادي بلادي يا عشقي بلادي أحبك وأحبك يا نبض الفوادي، خليفة خليفة يا خير الخليفة، خليفة خليفة يا خير الخليفة، نهني سموك بعيد التحادي. الله الله يعطيك العافية. شكرا بو هناد، كلمات جميلة. الله يسلمك. الله يحفظ لك الحنجرة الذهبية. الله يطول عمرك بو خالد. ناصر المنصوري. الله. الحين أنتم فنانين و في تنافس اتوقع. لا بالعكس، شوف نحن طعمنا سيف حديدنا واحد. لا اخبرك ناصر، نحن شوف في كل، نحن في لازم نتميز. صحيح، كل واحد يبغى يتميز. شو بتسمعنا؟ والله انا مش محضر اي حاجه، نعم، لكن في كلمات تعجبني، هذه الكلمات كلمات يمع الغويس، نعم، وهي في الدوله، نعم، وبنسمعكم اياها ان شاء الله نتنال اعجابكم. ممتاز. يقول اللي رف بيرق نهار الغارم وانثار ورتك زيت عمود غبارم. نعم ناصر المنصوري، سامحني بقاطعك، الآن وصول سيدي سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، نرحب في داره وفي مرباه. يا مرحبا. وعلى الهواء مباشرة نرحب بسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية. أهلا وسهلا يا أبو سعيد، نرحب بك في هذه الاحتفالية الجميلة، نرحب بك باسم قناة الظفرة الفضائية، ورحب بك باسمي وباسم جميع الزملاء في قناة الظفرة. طبعا هنا احتفالية جميلة، والآن نلاحظ استقبال سمو الشيخ طحنون بن محمد عند المدخل الرئيسي. نعم، حاليا عزف استقبال لسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان حفظه الله، عسى الله يطول في عمره يا رب. نحن في ترقب دخول سمو الشيخ طحنون. الآن يعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. دمتي يا إمارات الخير، ودمتي يا إمارات العز، دمتي يا دار زايد، دمتي يا أجمل بلد. الآن سمو الشيخ طحنون بن محمد يستقبل و يسلم على المتواجدين في مدينة ألعاب هيلي. نعم، جميل.
نعم. الآن مشاهدينا الأعزاء نعود إلى الشيخ محمد بن سعود بن راشد، نرحب بك مرة ثانية. طبعا نفس ما ذكرت لك هنا احتفالية جميلة، قاعدين نشوف الكل يشارك، الكل فرحان، الكل مستانس، أصحاب السمو والشيوخ، أبنائهم، شعبهم، المقيمين، الزائرين، السواح، نتكلم عن هذه الفرحة الجميلة لنا ولدولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الفرحة يشاهدها أي زائر يشوفها في كل منطقة من مناطق الدولة، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، يعيش الفرد والمواطن والوافد والمقيم من ذكر وأنثى، ونشوفها في كل مكان. وهذه فرحة دائما إن شاء الله نتمنى أن تكون دائما على جميع شعب الإمارات وعلى حكامه. طبعا نعود لك سيف الضامي، نشكرك طبعا، نشكر الفنان ناصر المنصوري على هذا اللي صار. نعم. لكن نحن كمذيعين او كاعلام في عندنا طال عمرك مخرج نتلقى منه التوجيهات. نعم، نكمل معاك فناننا. اكيد طبعا في اغنيه ثانيه مجهز لنا اياها. العموم حاضر بإذن. نعم زين، بنعود للشيخ محمد بن سعود بن راشد. الشيخ محمد بن سعود نفس ما ذكرنا ان هناك تميز في يعني في كل مكان قاعدين نطالع، وهذا اليوم طبعا طال عمرك الشعب التف حول القياده ويقدم ولاءه وانتماءه وحبه لبلده. هذه بالنسبه الان هذه الاحتفاليات، هذا تعبير، كل انسان يعبر عما يرى من مشاعر بالطريقه المناسبه لابداء ولاء للدوله وللحكومه وعلى راسهم صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد. وهذه الاتحاد وهذه الفرحه ما جت من فراغ، هذه عباره عن استمراريه لعمل وجهد متضاني ليل نهار، ونحن نجني ثمارها الان ونراه، نرى الفرحه، نرى السعاده، نرى الاحتفاليات، نرى التلاحم بين القياده والمواطن، نرى ردود الفعل اللي تشوفها دائما ما هي بحسب على المواطن فقط ولكن على المقيم والمواطن، جعلها الله دائما افرح سعاده وهنا. نعم. وهذا مش مستغرب لان نحن اسعد شعب. نعم، نحن قبل ما نستقبل ضيوفنا الثانيين الشيخ محمد بن سعود، كلمه اخيره توجهها بهذه الاحتفاليه الجميله. اقدم التهنئه إلى الحكومة الرشيدة على رأسهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائبه محمد بن راشد المكتوم وحكام الإمارات وولي العهود وولي عهد فضيلة الشيخ محمد بن زايد بهذه المناسبة السعيدة، وأتمنى لهم كل توفيق وتقدم الزهر تحت ظل قيادتنا الرشيدة. نشكرك أيضا فنان سيف الضامي. شو بتسمعنا ونختم إن شاء الله بلقائنا، نختم بصوتك الجميل. الله يطول عمرك. يقول سلامي يا دار الأهل عز عنوان، سلامي يا أرض المحبة ووطنها، يا دار من في اسم المجد بيبان، خليفة اللي قعدها مر سنها. جميل جميل جميل. طبعا الفنان سيف الضامي انت معروف باخلاقك الجميله، نشكرك على تشريفك لنا اليوم استديو الظفره، كما يعني طبعا الفنان ناصر المنصوري، هذا ليس تصرف لائق بفنان اماراتي، وطبعا احنا نشكره وان شاء الله نتمنى له التوفيق. ايضا نحن ود يعني ننتظر ضيوف اخرين ان شاء الله. نعم نعم. ننتقل الان مشاهدينا الاعزاء الى كليب الزعيم الفلاحي، ومن ثم نعود ان شاء الله مع ضيوف جدد. مع التحيه.